هذا الدكتور مو كان لازم يحكي لأنه بده يسألنا عن شيء. ماما بلكي أخذ كل المعلومات اللي بده إياها. لا أمي لا لا، في كتير معلومات ما حكيت له عليها. ماما أنت عم تسألي عن الدكتور ولا عن فؤاد؟ يضرب فؤاد ويساعد فؤاد. اتصلي فيه قولي له أمي تذكرت شغلي عن أمه لفؤاد. ماما لو كان بده يسأل عن شيء كان يا إجا بذات نفسه يا كان اتصل. لا تقبريني لا، بيكون هو عم يتقل حاله. قولي له خليه يجي. بعدين بدي أسألك، هذا الدكتور شو بيعالج غير هذا وجع العقل؟ يعني مفاصل ما بيعالجها؟ أنا مفاصلي عم يجعوني. سلامة مفاصلك يا أمي، ما له علاقة بالمفاصل. طيب وجع الراس؟ أحياناً راسي بيوجعني. أمي بوس إيدك، بوس إيدك، خلينا بحالنا. خلينا بحالنا بحالنا ولا خلينا عم نستنى فؤاد؟ يا ماما انت بتعرفي انه لما فسخت الخطبه انا وفؤاد ما كنت بعرف انه مريض، فشلون بدك ياني عادي خاصه وانه عرفت انه مريض؟ لا تواخذيني. مزبوط هيك؟ ايه مزبوط. يعني ما عم انسى؟ هلا ما فيني اعرف، رح اسألك كم سؤال عن طفولتك لنشوف اذا رح تتذكر. لا انا عم احكي عن الشغلات اللي عم تصير معي هلا، لانه الدكتور وليد قال لي انه انا عم انسى. طيب انا بدي اسألك. ضروري؟ ايه طبعا ضروري. مو بس هيك، بدك تجاوبني بكل صراحة وبدون ما تخجل من اي شيء مهما كان. اتفقنا؟ مثل ما بدك. أمك الله يرحمها هي اللي ربتك وأنت كنت عايش معها، مو هيك؟ بلا. ليش؟ لأن أمي. طيب أبوك وينه؟ أبي مسافر وبدي يروح لعنده. لوين سافر؟ ما بعرف. طيب إذا شفته بتعرفه؟ لا ما بعرفه. لكن شلون بتعرف انه سافر؟ لما كنت صغير كان ابي يجي ياخذنا مشاوير بالسياره، كان يشتري لي شغلات حلوه كثير، كنا ننبسط لما نروح. بعدين ما عاد اجا. سالت عنه امي قالت لي ما عاد بده يجي، سافر. طيب بعد ما سافر ما كان يبعث لك شغلات حلوه؟ لا. بس انت اكيد تتذكر شغلات تانية عن ابوك، ما هيك؟ شغلات مثل شو؟ ما بعرف، انت تذكر. بعد هيك بعد انت بعد هيك انت بعد هيك لك بدي مصاري، يعني بدي مصاري مشان تشعر فم الهاري. بدي اسكت، بدي روّي. انت تسكر لك نحن محتاجين للمصاري. روّي انت بس انت. تذكرت شيء؟ لا ما تذكرت شيء. لا تذكرت وبدك تحكي. انت ما عندك اب؟ بلا. شو كان يساوي لك لما كنت صغير؟ كان ياخذني مشاوير ويشتري لي شغلات حلوة وهيك. وأنا أبي كان هيك. بدك شي مني؟ بدك تهرب مني؟ لا بس أنا ما عاد عندي شي بدي أقوله. لا مبلا، في عندك كثير شغلات تحكيها، بس أنا رح أترك لك الوقت المناسب لحتى أنت تقرر. يعني روح؟ ايه روح. شو بدك؟ شو كنت عم تعملي بالحمام؟ يعني شو بيعمل الواحد بالحمام؟ بيرقص؟ امل ما دخلك من الكذب؟ لا ريما، دخلي منك ومنكم كلياتكم ومن هالسيره اللي ما عندكم غيرها. ليف مي الون. لا ما رح اتركك بحالك. لك تطلعي فيني، انا ريما. ما متذكره انه انا اختك اللي بتعرفك اكثر ما تعرف حالها؟ ولا ذكرك؟ ولا ما عاد مهم بالنسبه لك؟ ليش هيك عم تحكي؟ لأنه خلص وصلت معي لهون. أنا اللي تعبت من ألاعيبك وأكاذيبك،
وما عاد اسمح لك تخربي حياتك وتخربي حياتنا معك. انا ريما؟ ايه انتي، انتي وحده انانيه وما بتفكري الا بحالك، ويا ريت عم تفكري بحالك. ريما ما عاد بدي اسمع ولا كلمه، سمعتك وصدقتك. انتي هلا بدك تسمعيني، صار لي شهور عم داري عليكي وعم دافع عنك قدام ماما وبابا، وكل يوم الصبح بفيق بقول لحالي امل رح تتغير ورح ترجع مثل ما كانت من زمان، وانتي مفكرة حالك قادره تلعبي علينا كلياتنا؟ حرام عليكي اللي عم تعمليه بحالك، حرام عليكي ماما وبابا، حرام عليكي انا. ستوب بليز، خلص لا ما رح اتركك وما عاد اسمح لك تعملي اللي عم تعمليه. امل اصحي، انتي مريضه، انا بعرف انك عم تستفرغي، بعرف عم تستفرغي 7-8 مرات باليوم. اصحي واعترفي مره واحده بحياتك بالحقيقه، ولا بتعرفي شو، موتي وخلاصي بقى. ريما I'm scared، انا خايفه كثير. تخافي، كل شيء رح يصير اوكي ورح ترجع مثل زمان. ساعديني بليز. دكتور، دكتور انا بدي ارجع على المستشفى خلص. ليش بقى؟ انا حاسس اني هون داخلي 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 داخلك. ولا في اسئله مالك حابب تجاوب عليها؟ انا حر، حر. ايه بس مو دائما الحريه صح؟ لا دائما صح وانا حر. يعني منيح الواحد واقف بوش سيارة هي وماشي؟ لا تخلط عباس الدباس الفرناس أرجوك دكتور، لا تخلط. بدي اخلط عباس الفرناس لأنك لازم تعرف حدود الحرية، ولازم تعرف إنك دكتور باختصاص مهم. لك منين بتجيب هالقصاص؟ منين بتجيب هالقصاص؟ منين بتجيب هالقصاص؟ ربي أنا ربي. هاي المعلومات موجودة عنك جوات المستشفى. لك هاي غلط، قلت لك غلط، قلت لك غلط دكتور غلط. شو الصح؟ الصح اني انا على باب الله بس. كلياتنا على باب الله، مو بس انت. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. دكتور انا شو عامل لهالدنيا؟ شو عامل لهالعالم؟ قولوا لي، قولوا لي. كل اللي بدي اياه اني اسمع غنيه وحده بمرائي بمزاجي. اتركوني داخلي داخلي داخلي. لا لا، كان بدك اكثر من هيك. ايه بدي هاي الارض تنضف وترجع تحكي وتغني مثل ما كانت. بتقدر تنظفها؟ طول عمر الارض عليها الخير والشر، المهم نحن مع مين. وين الخير؟ دلني وين الخير؟ اللي هذا هو دلني دكتور، وينه؟ ما في، نحن نمل، نمل صغير، والديناصورات عم تدعس علينا تفعصنا، ومو حاسه عم تمشي. بس انا بعرفك شجاع، واللي ما بيعجبك بتوقف بوشه. لانه صغار، كلنا نمل، انا وانت ونسرين وفؤاد، كلهم هدول نمل، نمل صغير صغير دكتور صغير. والفيزياء النوويه اللي درستها ما علمتك الشغلات الصغيره شو بتساوي؟ رجعنا للدراسه، رجعنا للدراسه. يا اخي اسمعني، اذا كنت خايف من شيء صار لازم توقف وتراجع نفسك. اذا ندمان مشان دراستك صار فيك تغير اختصاصك لانه مجال دراستك كثير كبير. اذا كنت مساهم بشيء اختراع وغيرك سرقه واستغله. بس بس بس. لا مو بس. لك بس، عمل لك بس حاجة، خاف الله، خاف الله، خاف الله بس بس. قال لي هذا الحكي؟ ايه لك، ايه لك، ايه لك، لأنك ما عم تفهم. هذا شو؟ كمبيوتر. شو بيساوي عليه؟ كل شيء. مالك مشتاق تشتغل عليه؟ لا، هذا لك لتجاربك، لابداعاتك، لعلمك، لمعرفتك. بس انا ما بدي شيء، ما بدي شيء. تكوني داخلي داخلي داخلي. فهمت فهمت، ليش داخلك؟ لك بس بس، لانك ما عم تفهمني، ما عم تفهمني، ما عم تفهمني. داخلي 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 You don't understand. Hey man, you don't understand. You don't understand. I have nothing. 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 You don't understand. I have nothing. 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 Ah!
لك. لساتها على نغمتها من امبارح، لا عم تحكي لا معي ولا مع ام صبحي، وحياتها عم تتعامل مع كل الشباب بشكل كتير عادي بدون اي ردة فعل. شو ربيع؟ مع مين بدك تلعب؟ انا ومروان. طيب هلا بنجي بنتفرج عليكم. بتعرف تلعب؟ شوي. انت؟ انا ابي علمني مشان لما ينقطع من اللعيبه يلاقي مين يلعب معه، بس بعدين ما عاد وفت معه لاني صرت اغلبه دائما. شو رايك بكره نعمل مشوار على اللاذقيه، نقعد كم يوم على البحر؟ الرأي رأيك، انت بتقدر تقدر الظروف اكتر مني. هي اساسا كانت ضمن برنامجي. انا حابة تروح مشان تغير جو، بس خايفة مروان يدبكك مشان الابن. انا بدي استفيد من الرحلة، يعني شوي شوي بدي اقنعه بالحبوب، وهيك تدريجيا بنكون عم نتقدم وعم نخليه ينسى كل شيء قديم. معناتها لازم نجهز حالنا. ايه هي شغلة شغلتك، انا ما بعرف ساويها. جيش قوم 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 ربي خليني خسره دقوم. تعال اقول لك شغلة. أنا؟ إيه أنت. عود. وهي قاعدة. هلا أنت بزماناتك عزمتني على فنجان قهوة. شو ما بقى تعيدها يعني؟ ولا مانك فاضي عم تاخذ غيري مشاوير؟ حقك علي، بس ديك المرة لما طلعنا أنا وياكي قعدنا نشرب قهوة، حسيتك ما انبسطت. فشو قلت لحالي؟ انه انت ما بتحبي الطلع وما بتحبي الحكي. واذا ما بدي احكي؟ يعني ما بحق لي اطلع مشوار بلكي شفته بالطريق. طيب شو رايك اذا عزمتك بكره على اللاذقية؟ الي انا؟ الك ولجميع الموجودين. بس رحلات لا، رحلات بالباص لا، شيل اياها من بالك الله يخليك. انا بخاف كثير من حوادث الطريق، خاصة بهيك طقس. دخيلك يا امي، كل شيء ساوي الا الرحلات. ايه قول حاضر ماما، قول حاضر حبيبي. انت خلال هذه القمة الغير رسمية القصيرة، بحث القادة الثلاثة قضايا اقتصادية بما فيها الطاقة، فضلا عن الملف النووي الإيراني الذي طغى على الشق الدبلوماسي من المحادثات، معربا عن تفاؤله بشأن التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق بشأن هذه القضية عبر المفاوضات، وذلك في رد على سؤال عما إذا كان يتوقع فرض عقوبات على. وقال يمكنني القول وأعتقد أنها مشاعر مشتركة في هذا الشأن، يجب أن نفعل كل شيء لإيجاد حل عن طريق الحوار. ليالي السمان الحزينة. ليش غيرت الأخبار؟ طالعين رحلة حتى ننبسط مو لحتى نسمع هيك أخبار. هلا رحلة وين رايحين؟ رايحين نساوي مسح عام للمجتمع. ليالي
إذا طلبت منك تطلعي على الرحلة مع تلاميذي بتطلعي؟ ايه بطلع، بس أنا مين بدي يقعد بصفي محلي؟ أنا بضل معاهم. طيب خلص أوكي، بس أنا بدي روح على الرحلة محلك لحتى أنت ترتاح. شلون أنت بدك تضل معهم؟ يعني هلا أنا إذا كتير اتضايقت كتير بقعد هون بستنى بغرفة الأساتذة، بس إذا طلعت على الرحلة أنا ما بقدر أرتاح هون بالرحلة. مرحبا. أهلا أستاذ، أنا كنت بدي أحكي معك مشان الرحلة. صفك الأسبوع القادم مو هذا الأسبوع. بعرف، بس أنا حابة أروح بدال الأستاذ فؤاد على الرحلة، وإذا في مجال تدبروا حدا يعني يقعد بالصف محلي، لأنه هو كتير تعبان مريض. الأستاذ فؤاد خايف يروح على الرحلة، مو مريض. خايف؟ شو حياة؟ مبسوطة؟ هذا الباص له 4 دواليب ما بيقلي، قديش له يا حياة؟ كم دولاب؟ 8 يعني له 4 فوق 4. الله يخليك، خليه يوقف. خايف فيك. خلص لك كلمة يا صبا. خلص عمو، إذا قلبنا لفوق قلبنا لتحت وما نضلنا واقفين. ايه بنضلنا واقفين، بيمشي دغري الباص. لا تخاف. بتخافوا؟ بس انا بخاف كثير. طلعت الباص من الرحله، ما بحب الرحله. انا شو طلعني على الرحله؟ شو كان بدي فيها لحظه؟ بلكن رجعوني هنيك، ما تركتوني هنيك. انا ما بدي اطلع معكم، انا اول ما بدي اطلع معكم، انت اللي خليتني اطلع غصب عني. ما بدي سامح. كله على شغله. تعالي يا بنتي. مو انتي يا نسرين. تعي. ايوه عمو، انا السكرتيره. بعدين. نعم. عادي لشوف. اسمعي شو بدي اقول لك واحفظي منيح. نحن حياتنا كلها رحله، ورحله للمجهول. ليش؟ لانه نحن شعوب محكومه مو حاكمه، امم محكومه مو حاكمه. ولبين ما تصير هالشعوب هي الحاكمة، رح تضل السفينة تتقاذفها الأمواج يمينا وشمالا. قومي عادي محلك، قومي. ليش قاعدة هون؟ قومي عادي محلك. كيف الوضع؟ منيح منيح. طيب دقيقتين وصل على الاستراحة.
شو؟ خلص دقيقتين بنصل على الاستراحة. بس دقيقتين يلا محلك محلك. يا جماعة نحن وصلنا على الاستراحة، هلا بننزل بناكل لقمة بنشرب شي شغلة وبعدين بنكمل. ما بدي، انا بدي ضل هون قاعد، ما بدي فوت لجوا. لك صدقني ما رح يصير شيء. طيب بس خلينا نفوت نفطر وبعدين بنحلها. قوم طيب. ايمن كرمالي فرود وشك. انا بعمل اللي علي، بس ما دخلكم بوشي. بفردوا ما بفردوا ما حدا دخل بوشي. لا دخلنا. بعدين انا حابه اسمع هي الضحكه الحلوه تبعها. اني هيك تعالوا افطروا. شايف هي الاخبار موجوده هون هي كلها؟ يا سيدي هي كلها كذب بكذب. شوف هدول بيتصوروا برج، كلهم هدول بيتصوروا بيكون بس مشان يتبروزوا، مشان يشوفوا حالهم على العالم. بينما انا ما بحب الشغلات كلها، لا البروزه ولا الاستعراض. انا بحب ساي واجبي وبس. طيب لكن شوف عم يستنوك على الخطوط. يلا باشر طعام. اصلا اكل المطاعم كله مضر، كله مسمم. ما سمعت هذيك المره شو حكوا بالتلفزيون؟ يلا عود كور عود شوف هالاكل شو طيب. قول حاضر ماما. حاضر ماما. لك لا تاكلوا لا تاكلوا، مسمومة هي مسمومة. لا تاكلوا منه. ما حد عني تركني ولا هونيك. بعيد ما حد عني. عود كور مروان. كله يا جماعة بس مسمومة. ما في شيء يا مسبحة منيحة معك ربيع. ما سندويش ده. فؤاد هي لبنة وهي جبنة. يلا شفت عينك كلياتنا كأنه ما حدا صار له شيء، ما حدا تسمع. يلا كل قبل ما نطلع. لا رحلات لا. ايه بس كان لازم انا اروح. ايه مو ضروري تروح. امي انا هلا صرت استاذ وهدول تلاميذي، يعني انا اللي مسؤول عنهم. ايه مسؤول عنهم بالمدرسه، مو مسؤول عنهم بالرحلات. امي ليش ما عم تفهمي علي انه انا ما عدت ولد؟ انا عم بفهم عليك، انت ما عدت ولد وانت خطبت وبدك تتزوج، فهماني عليك لك امي. طب ليش ايمان ما خافت تروح؟ تصطفل. ايمان بتحب تروح، تروح تصطفل. حدا جبرها تروح، خليها تروح. وانا كمان بحب روح. قلت لك لا فؤاد خلصنا بقى. مثل ما هنن عم ينبسطوا. اي انت متي، انا شو بدي اعمل من بعدك؟ شو بدي اعمل؟ اي انت رحتي. شو بك؟ انت بتعرف انك حطيتني موقف ما بنحسد عليه؟ ولك انا ما عاد فيني دافع عنك، لا قدام ابي ولا قدام امي ولا المدير ولا المعلمين ولا حدا. ولك شو انت؟ طب ليش هيك عم تحكي معي؟ ولك يا بني ادم، في حدا بالعالم بكذب على خطيبته ببعتها تروح لحالها على الرحله بس لحتى يقضي نهار كامل لحاله بغرفه المدرسين؟ ولك انت شو؟ لا وانا صدقتك لما قلت لي انك مريض وكذبته للمدير لما قال لي انك خايف تروح لحالك على الرحله. طيب يعني انا ماني معتاد على طلابك وهن ما هم معتادين علي، ما بقدر لهم. ما بتقدر لهم؟ هدول طلاب صف اول، ما بتقدر لهم؟ لك فؤاد انا خطيبتك، انا حبيبتك، قل لي شبك شوفي. لك بدي روح شوفه. اتركه بحاله المسكين. لك لا ما بصير.
حدا حيوقف لك هون. فؤاد اذا رحت كلياتنا رح نزعل. ليش هيك عم تعمل؟ هلا هذا اللي اتفقنا عليه؟ انت ما دخلك دكتور. لا دخلني. لا ما دخلك. بدي ارجع على الشام. ما في رجع على الشام. احنا بدنا نكملها كلياتها. انت استاذ. انتوا كلكم اساتذه. انا استاذه. كلياتكم اساتذه. يلا خلونا نطلع الباص. الوان كلام فاضي. خلينا نطلع الباص اذا بتاخد شي جرايد فوت. لا لما الجرايد بتكتب اخبار صح بنشتريها، اما هذا اللي شايفه قدامك كله كلام على الفاضي. حياة بدك تاخدي شي؟ طول بالك. يلا عايزها طول بالك مروان. غشمة يلا جيب لك كم جريدة ما بتعرف بجوز ينزمونا بشي شغلة. تاخذهم معك؟ لا بسرعة. ما معي ابني بسرعة بدي ابرق. بقول لك نسيت جيبهم. ما لك كيف بتنسى تجيبها؟ ما لانه ما متعود اعطيك اياها. انت شفتني انه انا بطلعك من غرفتي من فيلا لحتى ما حدا يغلط معي او اغلط مع حدا. بدي ابرق بدي ابرق. انا بلساني عم اقول لك معناته بعرف شو بدي. طيب عندي حل ثاني. شو هو؟ حبة. وينها؟ نفس المفعول. وينها هلا؟ وينها؟ بالباص. ليش عم تسألني؟ ما بعرف شو خطر لي اسألني. هو لو انا بدي افكر بحالي كنت ايه تجوزت مرة ثانية مثل امي. كنت كمان جبت 10 أولاد. بس شو يعني واذا جبت 10 أولاد؟ رح يخطفوهم بعدين هو بنسى؟ اكيد ما رح انسى. شلون شايف حالك؟ الابره احسن لك يا دكتور. مروان الابره مو احسن. الابره مفعوله اسرع. بس هي الحبه اذا بتصبر عليها شوي بصير عندك نفس المفعول تقريبا. اعطيني حبه ثانيه. لا ما فيني اعطيك حبه ثانيه هلا، بخاف يصير مفعول عكسي. اذا بتحب بس نوصل. اكيد اكيد بدي اخلص من هي القصه ان شاء الله. شو رايك نسرين بينجح المشروع تبعي؟ ان شاء الله، احنا عم نعمل جهدنا. ان شاء الله. بس بكل الاحوال انا كثير متفائل انه انت معي. شو رايك نلعب طايره؟ يلا. شو يا جماعه مبسوطين؟ لا تدعس على المخطط. عمرك سيد منير؟ ايه عمو منير. وين المقصد؟ مقصد. يلا يا جماعة بدنا نلعب معكم. يلا اعملوا خط وخلونا ننسى فريقين. لا واحد ثالث. ها فؤاد تعال العب معنا. تعال ابعدوا عن المي بلعب معاكم. بعاد بعاد. تعال يلا تعال العب. لا انا بدي اعرف انت ليش بتخاف من المي وانت قلت لي انك سبيح. انا كذاب وماني سبيح وما بحب المي. انبسطتي؟ ايه كذاب. انا بلعب. شوفوا لي الخط منيح منيح منيح. ماشي حالك. تعال. لا معلش معلش. تعال سيد منير. تعال لك معلش بدنا اياك قوم. تعال لك قوم روح. رح يطق قلبك على ما تروح تلعب. شوف شو عم تحكي. انا ماني رايح لحتى العب، رايح لحتى ما خليهم يتخانقوا مع بعض. لحظة جاي. انا مين معي؟ حكم 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 انت. تعال انت لهون. لك حكم حكم. وين حكم؟ يلا يلا حكم. ايه يلا يلا انطلق. هلا هيك. طيب يلا يلا يلا. كل الناس بتلعب وبتنبسط الا هو. روح
اكيد ما عم يخلوه يطلع برات البيت مشان ما يهرب ويجي لعندي. ما بقدر الا اقول لك الله يجازي ولاد الحرام. الله لا يوفقهم. مين قال لك انه كل العالم بيلعبوا وبينبسطوا؟ هي انا لا بلعب ولا بنبسط. انت قالوا لك تعلعب انت ما قبلت. والمي؟ شو رح تاكلك المي؟ يعني ما سمعتي عن العالم اللي بيغرقوا بالبحر وبيموتوا؟ هون المي فاشي مو مثل جوا. بعدين اطلع اطلع ابعد عن المي. انت ما بتعرف شيء. واحد علينا؟ هي يلا العب. اثنين صفر. يلا عليكم. هو على الخط. بعتقد مش الحالة. يعني ما عم تشتغل؟ اه سيدي بين عم يشتغل. بس ما بيعطي معلومات على الشاشة، ورغم هالشي إذا حاول حدا يصلحه عملت لك شغلة ما بتخلي الإنترنت تشتغل. برافو، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. فؤاد؟ يا فؤاد. عمو فؤاد. لك عمو هشالي شوف يا غير الحيطان. نحن طارئين مشوار من الشام لهوني حتى نقعد على البحر، مو بين الحيطان. الحيطان أحسن. لا يا عمو لا، رح أزعل منك. هلأ الحيطان أحسن من الفضاء والبحر وهالهوى اللي بنعيش. لو ما كانت الحيطان أحسن العالم ما كانوا عمروا بيوت عمو. بعدين أنت شو جابك لهون؟ روح اقعد معاهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل ما بتيجي. يلا لقوم أشغل لي شي شغلة. أيمن حبيبي حط البنت من إيدك. اللي بيقرب يا ويلو يا ويلو. اللي بيقرب لا حدا يقرب. أنا حر، أنا حر مني للبنت. بس يا ولد ما حدا بيقرب. إياكم حدا يقرب. ها إياكم. أيمن حط البنت من إيدك. صباح ورايحة. انطلقي اتركها. بتروح تمسكي من إدنه بتجري لعندي لهون. يلا تابعي. أنت ما دخلك، ما حدا له علاقة. هذا لهون. أنا حر، ما دخلك أنت، بعد البعيد. لك شلون أنا خليه؟ هاي أنت لعب بشرى أولاد؟ أنا؟ مو أنا، بعد البعيد، بعد البعيد. هذا لهون لازم تروح عند أمها. أنا بحميها، أنا بحميها، أنا حر. الليلة لأمها خليها تخليها تاكل بوزة على حريتها. إذا خفان عليها ما لازم ترحبها. هذا لهون. لازم تروح عند أمها البنت. بس حبيبتي بس تعي. تعي تعي يا حبيبتي. احسنتي صبرا، احسنتي. وين عم تروحي؟ انت حسابي معك عسير. انت بعدين شبها بس نرجع. وين تاركتيها وملتيها باللعي والقر؟ خدي ديري بالك عليها. بيجيبوا الاولاد وبزبطوها وبشاطروا على الدنيا. بس الله هو عليك احسنتي. كل شيء وقته حلو. كانت بنت الورد اللي مفتحة وميمة، وميمة كانت بنت الورد اللي مفتحة. قتلوها قتلوها قتلوها. لا الأرض عم تحكي ولا الرمل عم يحكي ولا المي عم تحكي، مو حدا عارف. قتلوها. يلي بيسمع منيح بيكتشف إنه كل هدول الشغلات بتحكي. بس أنت مالك حال تسمع. أنت ما بتعرف شيء، ما بتعرف شيء. قتلوها عم لك، انت ما بتعرف شيء وممنوع تعرف، ممنوع تعرف، انت وغيرك ممنوع حدا يعرف، ممنوع حدا يعرف. قوم يا منقوم. لك تضرب انت وياه على هالسيرة. لا والله شو صار؟ لك شو صار؟ ولك بلا سألة وغلاظة لك. علادية؟ هو كل المرضى؟ ايوه. ايه لا خلص. ايه الله معك الله معك. ايه مسا يلا.
بتعرفي انك شجاعة. والله شجاعة طبعا. الاولاد لازم نقاتل مشان ندافع عنه. ايه بس يعني بتعرفي ايمن ارتكب غلط يعني كتير كبير. كان مفروض انه ياخذ اذن من امه للبنت قبل ما ياخده ويسبحها على البحر. طبعا اخذها كانه اخذ لعبه، كانه ما له اهل. الاطفال مشردين بالشوارع يا صباح وتحت عيون اهاليهم. لكن ليش انا عم احط خطط ودراسات واستراتيجيات؟ مو لحتى انقذ الاجيال؟ لازم تحط بخططك انه اللي بيسرق ولد تحبسه مؤبد، ايه، واللي بيعتدي على ولد هذا لازم تشنقه. طبعا شنق، لانه الاطفال ما بيعرفوا يدافعوا عن حالهم. لك صباح هي أول مرة بتحكي شيء هيك بينفهم. لأنه لولا شو؟ أنا أول مرة بحكي شيء بينفهم؟ قوم قوم روح خطط هنيك على الرمل، خلي البحر يجي ياخذ لك ياهم. يلا قوم. راح خطي الذنب علي إني قعدت هون. ليك إذا بتحكي بوعدك ساعدك. أنا ما كان لازم إنسان مسجلة، كان لازم تضل معي وجيبها معي لهون. إيه بس مو بس الأغاني يعني بتريح الأعصاب، كمان الحكي الفضفضة كله بريح حالي. لك المشكلة مو عندي، المشكلة عندكم أنتو، عندكم أنتو، عند كل واحد على الأرض. ليش ما عاد حدا حكى إلا بالقتل والضرب؟ ليش؟ على أساس اللي أنت سويته أحسن؟ يعني إن شاء الله مفكر إنه الخطف أسهل من القتل؟ احكي. ما عندي شيء أحكي. ليك أيمن، أنت مالك شخص عادي، أنت دكتور متخصص بالفيزياء النووية. لك خلاص تحكي هالكلام حاجة. اسكت اسكت. ليش ليش؟ اسكت مشان الله اسكت. خلاص أنا بدي أحكي مع هذا البحر، هذا البحر بيفهم على اللي بيفهموا عليه وأنا بفهم عليه، راح أحكي معه. خلاص اتركوني لحالي. مصيبة اطلع أنا المجنون الوحيد بيناتهم. شايفك صرت تشك بحالك، بس الكل عم يتصرفوا مع بعضهم غير اللي عم يتصرفوا معي. بالعكس كانوا يحكوا لي بعض الشغلات وبطلوا يحكوا لي شيء. دكتور خير؟ عاوزك خير؟ حاسس صار لازم اخذ الدواء. أنا برأيي إنك تحاول هذا الإحساس تتعامل معه وتحاول تأشله. حاولت ما تشله. طيب شو رأيك نعمل رحلة للبحر؟ لازم أخذ حبة دواء. فهمت، ما هو كل هدف الرحلة إنك أنت تنسى الدواء. بعدين إحنا صرنا زمان ما عدنا حكينا مع بعض. شو ماما؟ صرتي شرباني قهوة مرتين اليوم؟ حاسة إنه نحن غلطنا غلط كبير بحق بابا. حطيناه بالمستشفى وما عاد سألنا عنه. حتى الدكتور سامح على قد ما هو كان خايف عليه وحريص على مصلحته، على قد ما أنا عاملته بقسوة بشعة كتير. لو رحت كتبت عنه مقال كمان. هو ما بيستاهل امي، ما بيستاهل. حاسه انه نحن صرنا بعالم وبابا بعالم تاني. ليش مو هاي الحقيقه؟ لازم يكون في قواسم مشتركه بين العالمين. ما معقول نترك العبء كله على الدكتور. افكر اتصل فيه اطمن على بابا. اتصلي امي اتصلي، حاجه تحمليني مسؤوليه. قومي اتصلي. الو اهلين يا ديانا. اهلين دكتور، كيف صحتك؟ انا اسفه على الازعاج بس كنت حابه اطمن على بابا. كيفه؟ شو معقوله؟ ليش مو معقوله يعني؟ شو ما بيحق له؟ لا لا اطمني، الوالد مبسوط وطاير عاله.
لا عفوا مو القصد يعني، بس كنت عم فكر انه بس انت ما تكون متلبك يعني. لا 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 ما في لبكي ولا شيء. هاي تفضل يحكي معه. سيد منير. ايوه. بنتك ديانا. بنتي. ايه. الو. الو بابا. كيفك بابا؟ اشتقنا لك كثير. بعرف. بابا. بابا رد علي بابا. كيف بينطفى هاد؟ هات هات هات. الو. ايه انسى ديانا. لا لا ولا يهمك، خلص بس وصل على الشام حكيك. يلا مع السلامة. مع السلامة. ما بده يحكي معي؟ معلش يا ماما لا تزعلي، طولي بالك. شو كان عم يحاكيك الدكتور؟ أخذن رحلة على اللاذقية. شو؟ لا هذا الدكتور أكيد مو طبيعي. في حدا بيطلع رحلة مع مجانين؟ الظاهر نحن اللي ما عم نقدر نفهم شيء، أو في عنا فكرة كتير قديمة براسنا وما عم نقدر نغيرها. هاي التليفون اتصل فيه. قبل ما اتصل فيه بدك تقول لي شو عرفك. كنت مارق من ناحية الفيلا، الفضول خلاني خفف، شفت الحارس سألته وين أنا مخبرني. وهي كمان صدفة ولا فضول؟ دكتور هلا صدفة ولا فضول ولا حتى زيارة، هدول يعني مرضاي بدي اطمن عليهم، في مشكلة؟ لا أبدا ما في مشكلة، بالعكس أنا بتمناك تروح لهونيك كل يوم. بس معقول يتجرأ وياخذهم على اللاذقية؟ والله يا دكتور اتجرأ وعملها، لا سأل لا عنك ولا عن حدا. كان يقلي يعني كنت انا رحت معه. عم تمزح علي دكتور؟ دكتور نسيت خبرك، هذاك اليوم كان في واحد بالفيلا عم بيحاول يتسلل علي من غرفة، بس اشتلقت عليه انا هرب، لحقته حاولت اعرف مين هو. ما وقت شافك ربيع عم تغسل؟ ايوه. ها ما شاء الله في عندكم عيون عم تراقب، صايرين مثل المدراء المؤمنين، بحبوا مين يراقب الموظفين. هيك لكان. طيب ليش ما خبرتني بالشام؟ ما حبيت اشغلك. ما عرفته؟ لا كان الدنيا ليه. والله يا دكتور بصراحه يعني انا شايفك انك عم تشجعه على غلطه. يا دكتور يا حبيبي هو له تصوره الخاص وعم يتابع عمله من هالاساس. بكره اذا فشل ما بيقولوا نحن فشلنا، هو اللي بيفشل، واذا نجح بيكون لصالح الطب والعلم بشكل عام. يعني هيك حالات بتتحمل اجتهادات. باوروبا من زمان عم يطبقوا العلاج الجماعي لبعض الحالات. يعني نحن على اساس زتينهم كل واحد بالمنفرده، ما هن عايشين بشكل جماعي بالمشفى. لك يا حبيبي هذا شيء، واللي عم يعمله الدكتور سامح شيء ثاني. يعني هلأ إذا نحنا جمعنا هدول المرضى اللي عنا كلهم وطلعنا على اللاذقية بيسوى برأيك؟ دكتور الله خليك لا خليني أحكي شيء ما بدي أحكي. لا أحكي عن شو؟ عن الإمكانيات اللي عنا، عن الظروف اللي نحنا محطوطين فيها، عم نداوي الحاضر بالحاضر. أنا لو بتجي إلي بخصص جزء من هالمستشفى كمركز تعليمي وتأهيلي لزيادة ثقة الناس اللي عنا. يا أخي أنا رحت وسافرت لأوروبا كتير وشفت كتير مراكز علاجية، يعني هي بالواقع مراكز راحة نفسية أكثر من مستشفيات.